الفيديو هذا هنتكلم عن الترجمة. الترجمة في التقنية مهم بنفس الأهمية في المجالات الأخرى. طيب، الركيزة الأساسية للترجمة هي الكل يعرفها، أن الترجمة هي إيجاد الحروف S بالإنجليزية C بالعربي. تمام؟ هو نفس الصوت والحرف، هو نفس الحرف ولكن اختلاف الكتابة واختلاف اللغة. وهذه ترجمة بسيطة الكل يعرفها. جوجل ترانزليشن يساعدنا برضو ان احنا نعرف كار بالانجليزي ايش هي بالفرنسي، وهذا الشيء كله يجي في المجال النقدي البحث، ولكن في المجال الفهمي الوضع يختلف. لو جبنا مثلا كتاب يتكلم عن مادة تقنية واعطيناها المختص في اللغة هيعجز ان هو يفهمها او يترجمها من لغه للغه، لانه وان كان يعرف المصطلحات ولكن ما هيعرف يصيغ الفهم السليم. تمام؟ طيب، هل الترجمه تقتصر على العمل الادبي فقط؟ الجواب وان كان في بعض المجالات الادبيه صحيح، ولكن في المجالات المهنيه غير صحيح. في المجالات الفنية الترجمة تعني ليس فقط العمل اللغوي الأدبي، ولكن هو الفهم للمنتج، فهم كامل وواعي وإعادة بناءه ل يعني لغة أخرى أو يعني مجتمع من العملاء مختلفين في احتياجاتهم وإلى آخره. أبسط مثال للترجمة العادية اللي احنا نعرفها هي ترجمة الكتاب أو القصة من كتاب لكتاب، هذا معروف وشائع. الترجمة لما نيجي نشوفها في المجال يعني الفني فهي زي أنت لما تشوف السيارة بنفس النوع سيدان مثلا، لكن من شركة لشركة من بلد لبلد تختلف في التفاصيل لكنها تتفق في المضمون. تمام؟ نفس الشيء في التطبيقات، تحصل مثلا تطبيق خلينا نقول اليوتيوب للفيديو، هتحصل فيه تطبيق ثاني اسمه فيه. كويس؟ الآن الأسباب اللي تخليك ليش تترجم تعتمد على التحديات اللي تواجهها انت كشركه او كمطور. تمام؟ ولكن الترجمه هي موجوده في كل المجالات وبالتالي موجوده في المجال التقني. الترجمه من اصعب يعني المشاريع او الامكانيات، لانها تتطلب حاجتين، تتطلب معرفه ودرايه عن التقنيه بشكل عميق، مش قصة ما يساعد، لازم معرفة عميقة. واحد، اثنين، معرفة الأهداف أو المتطلبات للمشروع بشكل برضو عميق ودقيق.